بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عندي كيكة مخططة بصوص الجبنة بعمله إن شاء الله، وبالعين الجمل طعمتها كتير إن شاء الله حتعجبكم. المقادير اللي عندي: كاسة صغيرة زيت، هون كاسة من مطحون عين الجمل ناعم، كاسة لربع سكر مثل ما عود دايما الحلى مش كتير حسب الرغبة، ممكن تحطوا كاسة، واحدة فانيلا، عندي 4 بيض، عندي هون نفس المقدار اللي بنعاير فيه بالبيت 3 كاسات من الطحين واثنين بيكنج باودر، وهحتاج كاسة مي من مية الصودا. مية الصودا بتخلي كتير العجين اللي بدي اعملها كتير طرية. اول شي بسم الله بدي ابلش احط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط 4 بيضات، حط هلأ الفانيلا، السكر، ونخلط بسم الله الرحمن الرحيم شوي شوي. هلأ أحط الزيت بسم الله، وأحط عين الجمل المطحون عندنا، مطحون ناعم طبعا. حط هلا عنا كاسة من مية الصودا اللي قلت عنها كتير بتخلي العجينة طرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كاسة، هاي شايفين كيف تفاعل الخليط معها. هلا اخلط تاني بسم الله. هون هلا بدي احط ابلش 1 من البيكنج باودر، حط نص الطحين بسم الله الرحمن الرحيم، وأبلش أخلط. أبلش أحط الثاني مقدار من البيكنج باودر برضو، وأحط بقية الطحين بسم الله الرحمن الرحيم، ونكمل خفق هيك. انا هاي الخليط هاي الخفق عندي، وجبت صينية هون حطيت فيها ورق زبدة، اذا مش موجود ورق الزبدة او حسب انتو الرغبة ممكن تحطوا طحين زيت فيها. هلا بدي احط الخليط هون فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وافرده. افردوا منيح هلا. هون هي حطيت الخليط على جهه سبته. في عندنا هلا الجبنه اللي بدنا نحضرها عشان نحطها عليها. في عندي هون 1 باكيت بودينج مثل ما عودتكم، المقادير المكتوب عليه بده نص من مقدار الحليب، هاي نص كيلو 500 ملي بنحطه بس بدون طبخ. هاي بودرة بدي احطه هلا هون عندي، وعندي هون اي نوع جبنة كريمية برضو 500 ملي، اي نوع ممكن جبنة كيري اي نوع. عندي هون شي 3 معالق سكر مطحون، عندي بيضة واحدة، عندي هون معلقة كبيرة عصير ليمون، وهون عندي سكر فانيلا. هلا بدي احط المقادير هاي كلها هون عندي بالجات، انزلها كلها مع بعض، ما بدهاش طبيخ ولا شي. هلا حطها كلها، هاي الجبنة اللي عندي أنا كريمية جاهزة، أي نوع عندكم جبنة بس بتكونش حلوة يعني، لأن إحنا هنحط عليها سكر. هاي أحط عندي هان 2 معلقة السكر المطحون بسم الله الرحمن الرحيم، عندي 1 معلقة عصير الليمون، الفانيلا طبعا، الفانيلا كمان شوي حلوة وبتعطي طعم وريحة. هون كمان باكيت البودينج ما ننساه. هلا بنخلط المقادير هاي كلها مع البيضة كمان. هاي لما تصير عنا هلا
كريمي مثل العجينة، نخلطها كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، شوي شوي. هاي خليط الكريم عنا، جبت هون كيس بدي احطها في قلبه ونشوف. هاي خليط الجبنة حطيته بالكيس وبرضو قصيت الكيس من هون، وهلا بدي ابلش اخطط فيها. هون عنا الكيكة، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي نخططها هيك بالطول وبنرجع بالعكس عليها لمن، عشان هيك بنسميها كيكة الجبنة المخططة. كتير كتير طعمتها خفيفة وطيبة. هاي نتمم للآخر. هاي بنرجع برضو من هون بالعكس هيك. أنا طبعا حميت الفرن على 180 درجة قبل ما اشتغل، لأنه إذا ما حمينا الفرن ما بتطلعش النتيجة معنا منيحة. هاي أكمل، إن شاء الله تعجبكم الطريقة بتجربوها. أكمل هون للآخر، المقدار تبعي منيح بالضبط على قد الجبنة، بتكفي إن شاء الله. هاي هلا انا بدي احطها بالفرن مثل ما قلت، ونورجيك اياها لما تطلع. هاي كيكة الجبنة المخططة طلعت لسه ساخنة، بس بدي ارش عليها سكر مطحون، هذا حسب الرغبة، اللي بحبه رش، ما بتحبه ما بترشه. هيك هاي شكلها كتير منظرها حلو، ان شاء الله بتعجبكم الطريقة. بس هلا هي كتير ساخنة، بدي احاول اقص شقفة منها، المفروض تبرد منيح بس عشان الوقت. انا بس حابة اذا بزبط شقفة نقصها، هي ساخنة نشوف. هلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ساخنة بس حابة اقص شقفة. انا كتير كتير ساخنة لسه، هي قصت، بدي احاول اطلع شقفة، بس هي لازم تنترك باردة طبعا بس شوي. هاي احاول اطلع شقفة، هي ساخنة، شايفين كيف ساخنة، المفروض طبعا نسيبها تبرد. هاي سخونة لسه بتطلع منها، ان شاء الله بتعجبكم الطريقة. وما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا الجرس، وصحة وهنا ان شاء الله، وتوزعوا الفيديو، وصحة وهنا.